العصير، استديوهات همسة فرح، لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، يا الغالية شيلات، يا الجامحة، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد، ملكة، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقد، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-9-665-055-87-687. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأفضل، خبرة طويلة وإبداع وإتقان الزعامة والمواهب، الآن وحصريا اشتريوا هذا همسة فرح، لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفن، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد، ملكة، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقلة، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-9-665-585-87. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأفضل، خدمة طويلة وإبداع والإتقان في الفن والمواهب، الآن وحصريا استديوهات همسة فرح، لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفن، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد، ملكة، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقلة، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-787 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-9-665-585-87. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأفضل، خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد، الآن وحصريا استديوهات همسة فرح، لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفن، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد، ملكة، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقلة، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-9-665-587-687. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأفضل، خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواهب، الآن وحصريا استديوهات همسة فرح، لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفن، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد، ملكة، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقلة، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-87